سمو صلي ودعي ربك يرحمه ويتوب عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس السادس من مجالس شرح المجموعة الذهبية من الأحاديث القدسية من صحيحي البخاري ومسلم، وانتهينا فيها إلى الفصل السادس وهو قول الله لمن قال مطرنا بالنوء أو بفضل الله. أخرج البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. واللفظ للبخاري. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعم إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. هذا الباب متعلق بسلوك العبد مع الأكوان، وأن الأكوان قد تكون حجاب للعبد عن ربه وتمنعه من معرفة ربه. العبد ينظر إلى السبب الذي يأتي بالنتيجة، فالبعض يعتقد بأن السبب هو ربه لأنه هو الذي أتى بالنتيجة، والبعض ينظر إلى مسبب السبب فيعتقد بأن ربه هو الذي سبب له هذا السبب وهذه النتيجة. فمثل الله عز وجل لعباده بهذا المثل الشائع في كل أرض وهي الأمطار، فقال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بعضهم مصدق بأنني أنا الذي أفعل بالسبب، وبعضهم يعتقد بأن السبب هو الذي فعل. فقال بأن من اعتقد أنه مطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، أي لا يعتقد بأن الكوكب مثل الله يخلق، بل الكوكب أي السحاب هو الذي يخرج عنه المطر، أي بفضل الله، أي بأمر الله، أي بإذن الله. وهذا يفيد بأن الإنسان إذا توجه فإنه يتوجه إلى الله، يتوجه إلى الله لطرق تلك الأسباب، وأن الإنسان عندما يتوجه إلى الله أي عندما يتوجه إلى السبب فيعتقد بأن الله يعطيه من خلال هذا السبب، فإن توجهه إلى السبب لا يجعله متوجها إلى غير الله، لأنه قد اعتقد بأن هذا الذي يمطر به بفضل الله، أي هذا السبب من الله. فإذا توجه إلى السبب الذي هو من الله كان متوجها إلى الله بأسبابه وأبوابه. لأن البعض مثلا يعمل لك صورة كاريكاتيرية يجعل فيها أبواب والناس تطرخ هذه الأبواب، وهذه الأبواب لا تفتح، أبواب الخلق، وبعدين يجعل لك باب آخر الناس تطرق على هذا الباب وهو باب الله، فيقول لك إذا طرقت أبواب الخلق فإنها لا تفتح، اتجه إلى باب الله فإنه سيفتح. وهذا جهل عريض، لأن الأبواب التي هي الخلق إنما هي أبواب الله، وما ثم في الكون إلا الله، كما قال سيدنا النبي
صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري عندما قال بأن أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: ألا إن كل شيء ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. كل شيء ما خلا الله غير موجود، أي مع الله. إذا قلنا الله واحد، في موجود مع الواحد واحد آخر غير موجود، لكن هذا الواحد قد خلق أشياء كثيرة، هذه الأشياء نحن نسميها أبوابه وأسبابه، فإذا طرقنا هذه الأبواب لم نكن طارقين لغير بابه. البعض يقول أنت الآن لك حاجة تريدها ومصلحة تريد أن تقضيها، أنت جربت كل الأبواب، اطرق باب الله، وهذا جهل عريض، فإن باب الله هو كل أبواب الخلق، فإن باب الله هو كل الأسباب التي سببها للناس، فما جعل الله لنا هذه الأسباب لنهرب منها، وما جعل لنا هذه الأبواب لكي لا نذهب إليها، وإنما أراد أن يقول إن ما أريد أن أعطيكم عن طريق هذه الأبواب، فاطرقوها واذهبوا إليها فإنكم ستجدون عندها الجواب. لكن البعض يريد أن يجعل الناس وكأنها تعبد إلهين، يقول لك أنت طرقت هذه الأبواب يعني كنت تعبد إله آخر، الآن جرب هذا الباب هو باب الله. لا، الكل باب الله، فهذا الكون اسمه كون الله، خلق الله، منسوب إلى الله، ليس فيه شيء لغير الله، فإذا كلما طرقنا منه شيء وجدنا فيه مراد الله منه. ولذلك الحديث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن هذا المعنى الذي يعتقده بعض المسلمين فيما يظنون أنهم مسلمون، يعتقدون بأنهم مسلمين موحدين، ومع ذلك يقول أنا جربت كل أبواب الناس، أنا خليني مع الله أحسن. لا، خليك مع الناس، وإنت لما تكون مع الناس أنت مع الله، فهؤلاء الخلق الذين هم الناس ليسوا آلهة وليست لهم أبواب مستقلة من دون الله، بل هم في حقيقتهم لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا غنى ولا فقرا، ولا حياة ولا موتا، كل هذه الأبواب التي نطرقها لا تستطيع أن تفعل من ذاتها شيئا لذاتها، فهي على الفقر الذاتي ونحن على الفقر الذاتي، وإنما أحوجنا الله إليه سبحانه في صورتها فجعلها أبوابا له. فالإنسان عندما يعلم بأن هذه أبواب الله يقوم ينصرف عن هذه الأبواب ويعزف عنها ويقول أريد أن أكون مع الله بغير سبب، وهذا هو الجهل الأعظم الذي وصفه الإمام ابن عطاء الله التاج السكندري عندما قال إقامتك التجريد، أي إقامتك لنفسك في مقام التجريد وقد أقامك الله في الأسباب، هذا من الشهوة الخفية، أي هذا يدل على مرض وعلى سوء فهم. الله يجعلني في سبب ويفتح لي أسباب ويفتح لي أبواب، سواء أنا وجدت النتيجة في هذا الباب أو لم أجد، إذا هناك سبب للشيء الذي أريده فيجب أن أسلكه، فإذا قلت لا أريد هذا السبب هذا معناه أنا أريد أن أعدل على حكمة الله. فقال ابن عطاء فهذا من الشهوة الخفية، أنك تريد أن تجعل نفسك ندا لله، تعدل على طريقة الله في الكون، تقول له كأنك أنا لا أريد هذه الطريقة لحصول النتيجة، أريد أن أكون مثل السيدة مريم. يدخل عليها سيدنا زكريا يقول لها من أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير سبب، أي بغير حساب الأسباب، لا تطرق هي الأسباب والكسبيات، جعل الله لها تلك الثمار وتلك المغذيات في غير أوقاتها ومن غير وسيلة تصل بها هذه الأشياء إليها، هكذا يقول له كن فيكون، يخلقها عنده سبحانه وتعالى. فينظر الإنسان إلى السيدة مريم فيقول أريد أن أكون مثلها، لا أطرق الأسباب، فهذا من الشهوة الخفية. السيدة مريم هي التي فعلت في نفسها هذا، لم تفعل في نفسها هذا، الله هو الذي نفخ عن طريق سيدنا جبريل فيها من روحه، فكان سيدنا عيسى نبي الله، فكان بهذه المثابة السيدة مريم
قد وضعت في مقام المعجزة والتجريد. فالله عز وجل لم يجعلني في هذا المقام، بل جعل لي يدين وقدمين ومعارف وناس وشركات وأناس أتعرف عليهم وتوصيات بكرت اذهب إلى فلان سيفعل لك كذا. كل هذه أبواب الله. فإذا الإنسان عنده هذه الأبواب يقول لا أريد هذه الأبواب، هذه ذلة، هذه خضوع للخلق، هذه لا، ليس هذا خضوع للخلق وليس هذه ذلة، إنما الذلة والخضوع في اعتقادي بأن هؤلاء الخلق هم الفاعلون. نعم هذه ذلة، لكن إذا اعتقدت أن هذا المخلوق الذي يعطيني الكرت كتوصية لإنجاز مهمة بأنه هو يد الله وهو عطية الله لي وهو باب الله لي وهو مساندة ومساعدة الله لي، فهذه عزة مع الله. في الصدقة، عندما نعطي الصدقة، كانت السيدة عائشة تعطر الصدقة قبل أن تضعها في يد الفقير، قالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. هي تعتقد أنها إن أعطت فإنما تتعامل مع الله، وكذلك الذي يأخذ إذا أخذ الصدقة فإنما يأخذها من الله، فتصير له العزة ولا تصير له الدنية، هو أخذ من باب الله وليس من عندية أحد من دون الله، فليس أحد من دون الله يخلق في هذا الكون شيئا بغير إذن الله، بل الكل مخلوق لله والكل أعطيات من الله بهذه السببيات. فالذلة تأتي من عدم رؤية الرابطة والعلاقة بين الكون والمكون، وهذا هو الذي يسمونه بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني أن ترى الكون مرتبط بالمكون الله، وأن ترى الأفعال التي تقع في الكون مرتبطة بالفاعل الله، وأن تعتقد أن كل شيء يحدث لا يكون إلا بغير محدثه الله، فتكون هذه الرابطة بهذه النظرة، فتكون هذه اسمها وحدة الوجود، أي أن هذا الوجود مرتبط بالقدرة المطلقة الإلهية ولا يستطيع أن يفعل شيء منفردا، فهو ليس حرا طليقا هذا الوجود، بل مقيد بالله الواحد الصمد سبحانه وتعالى. يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وفرق بين المؤمن والكافر كبين الذلة والعزة، فمن اعتقد أن كل شيء بيد الله طرق الأسباب بعزة وذهب إلى فلان يطلب منه المساعدة بعزة، لأنه يعلم بأنه خلق الله وعبد الله وباب الله وسبب الله وكون الله، فيطلب منه من غير شعور بالمذلة ومن غير شعور بأنه في الدنيا، بل يتعامل مع الله في صورة الأكوان، فالله هو المصور والكون صوره، أي صور خلقها الله، ونحن نتعامل مع صور الله المنسوبة إلى المصور. وما دامت هذه الرابطة موجودة في المعتقد فالعزة هي حليف المؤمن، وما دامت هذه الرابطة غير موجودة فالشعور بالذلة والدنية هي حليفة ذلك المعتقد بأن الكون قد انفصل عن مكونه، انفصل أي غير مرتبط، وليس انفصل من باب الجسمية أو من باب المادية، انفصل يعني له إرادة خاصة به، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله أي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي رب كل العوالم والأكوان، هو الذي يسرها وهو الذي خلقها وهو الذي ابتعثها وهو الذي أظهرها وهو الذي منعها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلي وادعي ربك يرحمك.